أشعر أحيانا مشاهدي الكرام بأن هناك مشكلة في الرؤية. الرؤية يعني ليست الرؤى والأفكار والكلام الغامض الملتبس ده، الرؤية يعني النظر، مشكلة نظر. البعض يحتاج إلى عوينات، يعني نظارات، يعني يحتاج إلى تقوية نظره. ليه؟ لأنه الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقف في قفص الاتهام وسأل القاضي من أنت؟ وطبعا يقصد بالسؤال ده الاستهانة، وما يعرفش ان ده يدخله السجن سنة، يعني السؤال ده في حد ذاته يدخله السجن سنة. لكن ما أخشى انه فعلا لا يرى القاضي ولا يرى الهيئة ولا يرى من مصر إلا الجماعة، إلا مصلحة الجماعة. مشكلة نظر نراها أيضا في مفتي جماعة الإخوان الشيخ القرضاوي الذي يتربع على مقعده الوثير في الدوحة ويرسل الإيميلات لوكالات الأنباء العالمية. أرسل إيميل رسالة إلكترونية كده، وده راجل تقدمي برضو يعني حديث، بيبعت رسائل إلكترونية الشيخ يوسف القرضاوي إلى الحمد لله ما هيش كفر، يعني ما هيش خطيئة رغم انها بدعة يعني، لكن ده راجل متسامح. ارسل الايميل لرويترز يقول فيه ايه حرفيا، ان دعم المملكة العربية السعودية وتقديمها المليارات للانقلاب والانقلابيين في مصر وهم ابعد ما يكون عن الاسلام، ولا تربطهم بدول الجوار إلا لغة المصالح، هذا أمر مستغرب جدا هذا الدعم. وأنا أدعو أهل السعودية والنظام السعودي أن يقف مع الشعب المصري ضد جلاديه وقاتليه، وأن يقف مع الحق ضد الباطل، وأن يقف مع المقتول ضد القاتل، إلى آخر هذا الكلام. مشكلة نظر أيضا، لأنه الشيخ القرضاوي لم يرى عشرات الملايين ممن خرجوا في 30 من يونيو. الشيخ القرضاوي لم يرى هؤلاء الذين خرجوا ليقولوا نعم للدستور المصري الجديد الذي ألغى تعديلات الإخوان على الدستور المصري. الشيخ القرضاوي لا يرى إلا دعم السعودية لمصر، ولا يرى دعم قطر التي هو فيها للإخوان. وكان الأحرى به إن شاء أن يكون دقيقا، إن شاء أن يصحح زاوية الرؤية، كان الأحرى به إنه يطلب من كل القوى بما فيها قطر أن تكف عن التدخل في الشأن المصري، وأن تترك مصر كي يقرر المصريون ما فيه المصلحة، ما فيه مصلحتهم هم ومصلحة وطنهم. والمصريون قد قرروا ذلك، المصريون بخروجهم المليوني في الشوارع وباستفتائهم على الدستور وبدعمهم لخارطة الطريق قرروا ذلك. لكن هناك مشكلة في الرؤية الحقيقة، مشكلة في النظر. هؤلاء حسيرو النظر، نظرهم ضعيف. المملكة العربية السعودية أبدت انزعاجها من هذا الكلام، وقبل ذلك كان الشيخ القرضاوي قد وجه كلاما مشابها إلى الإمارات، والإمارات في تعليق رسمي نصحت الدوحة بأن تأمر القرضاوي، أن تطلب منه أن يكف عن إثارة الأضغان بين الإخوة في مجلس التعاون الخليجي. وأظن أن المملكة العربية السعودية ستصنع نفس الشيء، لكن يعني أنا أقول أن السعوديين انزعجوا لأنه هذا ما أرصده في مواقع التواصل الاجتماعي. لكن الحكومة السعودية، غالبا الحكومة السعودية لا تعلق على كلام من هذا النوع، الحكومة السعودية تترفع، لكن إن أصدرت تعليقا سننقله لكم. مسألة ضعف النظر كمان تنقلنا إلى خطاب حماسي للرئيس السوداني الفريق عمر البشير، قال فيه كذلك حرفيا، وده شيء لافت للانتباه الحقيقة، إنه يرصد مشاكل السودان. الحمد لله، دي حاجة لطيفة جدا. الرئيس السوداني وهو رئيس السودان منذ ربع قرن رصد مشاكل السودان أخيرا، الحمد لله.
اللي هي ايه؟ الفقر والاحتقان السياسي في البلاد بعد ثورة أجهضت راح فيها عشرات القتلى من خيرة شباب السودان، وبعد حركة أبينا الراجل رصد الاحتقان السياسي في السودان ووعد بحوار وطني بين مختلف الأطراف السودانية تناقش فيه هذه القضايا. أنا كمان أشعر أنه في هذه المرة ليست فقط مشكلة قصور في النظر، ضعف في النظر، لكن مشكلة خلل في الإيقاع. بعد ربع قرن من الحكم ها هو رئيس يحس بمشاكل دولته، إن شاء الله يتعامل معها خلال الربع القرن المقبل، يقدم كده خطوات لحلها. في الربع القرن الثالث إن شاء الله يعني يبدأ في الإصلاح بإذن الله. حقيقة حاجة والله. طيب، وفد الحكومة السورية في مفاوضات جنيف يمارس لعبة غريبة جدا، واضح أن ده زمن الألعاب، الجميع يلعب دون أن يشعر بأي حالة من حالات الخجل. لاعب واضح يريد أن يتكلم في ملفات بعيدة عن السياسة، وكأنه ليس مأذونا له من دمشق بأن يفتح أي ملف سياسي. كلما طلبت المعارضة أن تتحدث عن الحكومة التي ستمرر البلاد من هذا المأزق، حكومة كده انتقالية يتم فيها تدير التحول، وعن وضع أقطاب الحكومة الحالية الذين تقطر الدماء من أيديهم، يقولوا لا لن نتحدث في ذلك، نتحدث في إيه؟ في الشأن الإنساني، في الإغاثة مثلا. حتى في هذا الشأن هم يعاملون الشعب السوري على أنه رهينة، ويعظمون يحسنون من مواقفهم التفاوضية. طيب هنسمح بدخول قوافل الإغاثة لحمص، طب مش هنسمح، طب خلينا نتفاوض شوية كمان، والناس يموتون في حمص. الحقيقة هذه اللعبة رصدها الأمريكيون، لكن احنا لما بنقول انه أمريكا تتهم حكومة بشار الأسد والمتفاوضين في جنيف من قبل هذه الحكومة بأنهم يسممون المفاوضات ويمنعون الطعام والماء والمساعدات الطبية عن الشعب السوري، لما نقول أمريكا احنا اي كلام بيجي لنا من أمريكا الحقيقة يعني ما بنحبوش كده، بنحس انه كلام ربما المقصود به مصلحة الأمريكان والإمبريالية والاستعمار. نسمع الأستاذ بسام جعارة أحسن، وهو يشرفنا الآن من لندن، وهو الناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية في أوروبا. أسعدت مساء يا أستاذ بسام. مأذون لهم بالحديث عن الملفات الإنسانية ثم لا يقطعون بشأنها ويتركون الوضع الإنساني متدهورا ولا يتحدثون عن السياسة، أي مفاوضات هذه يا أستاذ بسام؟ أستاذ بسام، طيب انقطع الاتصال فيما يبدو مع الأستاذ بسام جعار. موضوعنا التالي مشاهدي الكرام، يمكن حتى نستطيع أن نتصل بالأستاذ بسام مرة أخرى عن قرار دولي لافت للانتباه. صوت مجلس الأمن في نيويورك بالإجماع على قرار يمنع الدول والأشخاص من دفع أي فدية لأي عملية اختطاف في أي دولة في العالم. القرار جاء ليدعم قرارا آخر صدر عام 2001 بعد هجمات 11 من سبتمبر. لكن هذا القرار يطرح سؤالا أخلاقيا أليما، هو لما يكون هناك رهائن ستزهق أرواحهم نقوم ما ندفعش امتثالا لهذا القرار الدولي ونتركهم يموتون؟ أنا سأناقش ذلك بعد قليل مع خبير في هذا الشأن، لكنني الآن أعود إلى الأستاذ بسام جعارة في لندن، وأتمنى أن يكون معنا على الخط الآن. أستاذ بسام مساء الخير. يسعد مساكم. أهلا بك يا أستاذ بسام. الأمريكيون يقولون، والوفد المعارضة السورية في جنيف يقول أنه الوفد الحكومي السوري مأذون له بالحديث عن أي شيء إلا السياسة فيما يبدو، وأنه حتى فيما يتعلق بالإغاثة والإنسانيات يريد أن يتفاوض إلى ما لا نهاية. أي تفاوض هذا يا أستاذ بسام، وكيف يدار بالله عليك؟ يعني هذا الحديث يستدعي الحديث عن هوية من هم الذين تفاوضهم المعارضة الآن. نحن نتذكر جيدا مباحثات شيبستاون عندما كان وليد المعلم يفاوض الإسرائيليين، وكان الثناء يأتيه من الأمريكان يقولون أنه رجل معتدل، ولكن يبدو أننا نحن
الشعب السوري هو الطرف العدو كما يتصرف النظام الآن. عندما تبحث معهم قضية إنسانية كقضية حمص يتحدثون عن أعداء، وعندما تبحث معهم قضية سياسية يقولون لك لا نريد لأحد أن يتدخل في الشأن السوري، ولكن لا يقبلون أن تسألهم ماذا يفعل حزب الله، ماذا تفعل قوات الحرس السوري الإيراني في سوريا، ماذا يفعل كل هؤلاء المرتزقة. النظام باختصار النظام في مأزق، هو أجبر على الذهاب إلى جنيف ولكنه لا يستطيع مناقشة أي شيء. إذا بحثت معه المشكلة الإنسانية يتحدث عن إرهابيين، وإذا حاولت مناقشة الهيئة الانتقالية يقول لك أن هناك تدخلا خارجيا. لا يستطيع بحث أي شيء ولا يستطيع الانسحاب من جنيف. طيب إن كانت اللعبة بهذا الوضوح يا أستاذ بسام وأنت تراها كذلك والمفاوضون من الثوار والمعارضة يرونها كذلك، لماذا يستمرون فيها؟ يستمرون لأننا لا نريد أن يقول العالم أننا نستحدث من جنيف، نريد أن يظهر هذا الأمر بشكل واضح وجلي. وهو ظهر منذ اللحظة الأولى، منذ خطاب وليد المعلم في الجلسة الافتتاحية. من استمع إلى هذا الخطاب عرف تماما طبيعة هذا النظام. إذا كان وليد المعلم يشبه على أمين عام الأمم المتحدة، فما بالك بطريقة تعامله أو تعامل النظام مع الشعب السوري. هم شبحوا على الجميع، تصرفوا كعصابة وما زالوا يتصرفون حتى الآن كعصابة. المشكلة الآن تكمن في المجموعة الدولية. على المجموعة الدولية أن تقولها صراحة بأنه يجب اتخاذ قرار في مجلس الأمن يفرض الحل فرضا، يوقف قتل السوريين، يوقف هذه المذابح التي تجري كل يوم، يوقف إطلاق الصواريخ والبراميل. ولكن يبدو أن الجميع مستأنس بهذه اللعبة الدموية التي تتم على حساب الشعب السوري. ولكن ما أريد أن أقوله أيضا وليسمعها جماعة النظام، النظام حول جماعته إلى حطب، إلى وقود لكي يبقى بشار الأسد في السلطة. ونحن نؤكد لك بأن بشار لن يبقى شاء من شاء وأبى من أبى. أستاذ بسام، كان أضعف إيماننا أنه نأمل في اختراقات إنسانية في تخفيف الوجع الإنساني الهائل في سوريا، حتى هذا لم يعد طموحا واقعيا يا أستاذ بسام ولا إيه؟ يعني على الأقل قبل حل المشكلة الإنسانية يجب حل مشكلة البراميل. يعني الناس تخصب بالبراميل حتى الآن. كان يفترض قبل الدخول إلى جنيف أن يوقف النظام قصفه للبشر. يعني كانت هذه محددات موجودة، وكان من الواجب على النظام أن ينفذ هذه التعهدات، أن يوقف إطلاق النار، أن يوقف قصف الناس، أن يطلق سراح المعتقلين. ولكنه لم يفعل شيئا، بل ما زال يقتل في الناس. يريد من المعارضة أن تنسحب من جنيف. لن ننسحب من جنيف، ولكن سنحمل المجموعة الدولية مسؤولياتها، لأنه لا يمكن لهذا اللعب أن يستمر في أسابيع قادمة. خفف الله عن أهلنا في سوريا يا أستاذ بسام. أنا شاكر جدا لتشريفك لنا. بسام جعارة الناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية في أوروبا. موضوعنا الثاني كما قلت لكم مشاهدينا الكرام هو عن هذا القرار الذي أقره مجلس الأمن في نيويورك بالإجماع بمنع الدول والأشخاص من دفع أي فدية لأي عملية اختطاف في أي دولة من دول العالم، وهو ما يطرح علينا سؤالا أخلاقيا مؤلما. نترك هؤلاء المختطفين يموتون لكي لا نمول الإرهابيين المختطفين؟ من له قلب لكي يتخذ قرارا من هذا النوع ويبرر قراره بأنه مجلس الأمن قال، مجلس الأمن صوت على قرار من هذا النوع؟ أليس العمل من أجل صيانة الحياة البشرية هو الغاية الأولى أمام أي حكومة أو أي دولة في العالم، أمام أي إنسان حتى، ولا الإنصات لقرارات من هذا النوع يسبق ذلك؟ الآن يشرفنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة اللواء فؤاد علام الخبير الأمني ووكيل جهاز مباحث أمن الدولة المصرية السابق. مساء الخير يا سيادة اللواء. أولا عظم الله أجركم يا سيدي في اللواء الشهيد محمد السعيد،
يعني خليني أفتتح مع حضرتك الحديث بسؤال عن قدرة جهاز الشرطة المصري على مواجهة هذه الهجمة الإرهابية الشرسة. بصراحة جهاز الشرطة تعرض لانكسار اعتبارا من يوم 28 يناير 2011. بدأ يستعيد قواه في خلال الست أشهر الأخيرة، لأنه حتى فترة السنة اللي كان بيحكم فيها الرئيس السابق محمد مرسي كانوا بيستهدفوا هدم جهاز الأمن بصفة عامة، وخصوصا جهاز مباحث أمن الدولة اللي تعرض لهجمات وتعرض. هو ما فهمناه سيادة اللواء أنه تغير اسمه إلى الأمن الوطني فيما أظن، وأنه تقريبا بنفس الكوادر ونفس المهام اللي تغير وبقى اسمه الأمن الوطني. اللي بيبذل كسارة جهده لاستعادة قدراته، وأنا يعني متأكد أنه هو حصل تقدم كبير جدا، إنما ما زلنا في مرحلة نحتاج فيها إلى بعض الوقت حتى يعود إلى قوته القادرة على مواجهة هذه الموجة الإرهابية، خصوصا أن هذه الموجة الإرهابية بتتميز بأمور خطيرة للغاية. أولا جمعوا فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي بأعداد كبيرة، سواء من المصريين سابق الحكم عليهم والذين كانوا مسجونين أو الذين كانوا هاربين في الخارج، أو من شخصيات وجنسيات أخرى سواء كانت إفريقية أو عربية أو حتى أوروبية، زودوا بكميات ونوعيات من الأسلحة غاية في الخطورة، تم تدريبهم بتدريبات جديدة على المجتمع المصري مثل تفخيخ السيارات والعمليات الانتحارية. كل هذا يعني شيء جديد بالنسبة للإرهاب في مصر، إنما جهاز الأمن الوطني خطأ خطوات كبيرة جداً في اتجاه استعادة قدراته، ونجح مؤخرا في إحباط مجموعة من العمليات ومجموعة من الجرائم، كشف مجموعة من الجرائم اللي ارتكبت، قدر يستبق في إحباط عمليات تفجيرية من مواد متفجرة في كثير من الأماكن، وإن شاء الله في وقت قريب يكون قادر على أنه يسترد قوته ويسيطر على الوضع. عفوا سيادة اللواء، الحقيقة سؤال في دائما في الأفق حين نتحدث في شأن أي عملية إرهابية في مصر. الإخوان لديهم هذه القدرة ولديهم هذه الأيديولوجيا، الأفكار التي تجعلهم يقومون بعمليات من هذا النوع، أم إنها فصائل أكثر تشددا من الإخوان لكن يمكن تلعب في ملعبهم؟ أنا مش فاهم الحقيقة. أنا بقولت لحضرتك فترة حكم محمد مرسي جمع عناصر إرهابية متعددة الجنسيات ومتعددة الأيديولوجيات، إنما كلها تدور في فلك القيام بعمليات إرهابية. تم تجميعهم في سيناء بأعداد كبيرة جدا، تم تزويدهم بكميات غريبة من الأسلحة، أسلحة متطورة، أيضا تم تدريب جزء كبير منهم في قطاع غزة بمعرفة بعض التنظيمات الإرهابية الموجودة في غزة من خلال الأنفاق. كل هذه القوة كانت الحمد لله الضربات الأمنية اللي وجهت للمجموعات دي اللي كانت في سيناء نجحت بنسبة كبيرة جدا. البعض تمكن من أنه يتسلل إلى وسط الدلتا ومنطقة بعض المحافظات الأخرى اللي هم بيقوموا بمثل هذه العمليات. زي ما قلت لحضرتك جهاز الأمن الوطني. التصنيف، أولا هما تصنيفان، التصنيف الأول العدائية الاجتماعية ضد ذوي الدين المخالف لدين الغالبية في أي في المجتمعات التالية. الأسوأ باكستان، بعدها أفغانستان، ثم الهند والصومال وإسرائيل، وبعدين العراق والمناطق الفلسطينية، وبعدين سوريا، وبعدين روسيا إلى آخر ذلك. هذا تصنيف هذه الدول من ناحية الضغوط الاجتماعية التي تمارس على معتنقي
أديان غير دين الأغلبية، لكن من حيث التقييدات الحكومية على حرية ممارسة الأديان غير دين الأغلبية، غير الدين الذي هو دين أغلب الشعب، دين الدولة يعني، مصر رقم واحد للأسف. مصر رقم واحد وهي الدولة بحسب هذا المركز، مركز بيو الأمريكي، هي الأسوأ من حيث الضغوط الحكومية، التقييدات الحكومية لحرية ممارسة الشعائر الدينية لغير معتنقي دين الأغلبية. بعدها الصين، ثم إيران، ثم المملكة العربية السعودية، إندونيسيا، جزر المالديف، أفغانستان، سوريا، إريتريا، الصومال، إلى آخر ذلك. لكن كون مصر في المركز الأول، لكن ده تصنيف العام الماضي الحقيقة، يعني أرجو أن يكون الوضع الآن اختلف، ولو أنه في تصنيف آخر يكون الوضع المصري أحسن بعض الشيء، ولعل الأستاذ وجدي عبد العزيز مدير مركز الجنوب لحقوق الإنسان يحلل لنا هذه النتائج. لماذا احتلت مصر الصدارة لكونها الأسوأ يا أستاذ وجدي؟ لماذا؟ في الحقيقة كما أوضحت منذ قليل قبل الفاصل أن هذا التقرير يتحدث عن عام 2012. فهذا العام شهد بالفعل مواجهات عنيفة، سواء من جانب الجماعات المتطرفة ضد الإخوة المسلمون مثل ما حدث في قبل نهاية فترة حكم مرسي بقتل وسحل المخالفين في الدين الإسلامي نفسه، ومقتل ومسرع 4 من الشيعة بينهم شيخ مشهور اسمه الشيخ حسن شحاتة. في الحقيقة كانت هذه قمة الجبل التي ظهرت في العنف ضد أصحاب العقائد أو المعتقدات الدينية الأخرى. كان قبلها هناك اعتداءات متتالية وكثيرة ضد الكنائس التي تعبر عن المسيحيين المصريين، وهم قطاع لا يستهان به، ولكنهم مغايرون في الدين، في الدين والعقيدة. الحقيقة أيضا أن القيود الحكومية ما زالت مفروضة بشكل أو بآخر طوال فترة مرسي، وحتى هذه اللحظة بعد إقرار الدستور الجديد، لأنه يحتاج لإعادة صياغة لكثير من القوانين التي تنظم بناء دور العبادة، والتي تعطي الحق لكل ذي دين سماوي أن يمارس شعائره وديانته. مسألة دين سماوي دي يا أستاذ وجدي تجعلني أتساءل، يعني طيب افرض مثلا أنه واحد بوذي، ولا افرض انه هندوسي، ولا بيؤمن بديانه من الديانات الافريقيه، ديانه قبليه، يعني الدوله علاقتها ايه؟ هو مش الدستور قايل حريه العقيده مطلقه؟ نعم، معك حق ان حريه العقيده مطلقه، والدستور المصري الجديد الذي وافق عليه اغلبيه الشعب المصري يؤكد على ذلك، ولكنه في نفس الوقت ينص على أن ممارسة الشعائر علانية هي أمرا متاحا فقط للأديان السماوية الثلاث المعروفة. هذا أمر وصلنا إليه، يجب أن نعترف أننا في احتياج لاستمرار نضالنا من أجل إقرار ممارسة الشعائر لكل صاحب دين أو معتقد، ولكن هذا ما وصلنا إليه بعدما ناضلنا كثيرا لإتاحة الفرصة حتى لأصحاب الديانات السماوية بأن يمارسوا شعائرهم في أمن، وأن يبنوا كنائسهم أو معابدهم أو مساجدهم بطريقة لا تؤدي إلى إثارة المشاعر الدينية لدى أي طائفة أخرى. ليه الحكومة المصرية في الزمن، زمن ما قبل هذا الدستور، وأتمنى أن الحكومة المقبلة، الحكومة المنتخبة يعني إن شاء الله، يكون وضعها مختلف، ليه كانت حساسة في هذا الموضوع يا أستاذ وجدي؟ لماذا لم تتعامل بشجاعة مع قوانين بيقول لك بعضها يعود لأيام الاحتلال التركي، وأنه لازم عشان تبني مش عارف تسأل رئيس الجمهورية تبني وحدة أو ترمم مرحاض في كنيسة ولا كاتدرائية؟ لماذا لم يتعاملوا بشجاعة مع هذا الملف؟ في الواقع أن الأنظمة
التي كانت تحكم مصر قبيل ثورة 25 يناير كانت دائما ما تسعى لتلبية طلبات التيار الإسلامي. وهذا التيار الذي أوقعنا اليوم في مأساة كبرى، نأمل أن نخرج منها سالمين إن شاء الله بمقاومة العمليات الإرهابية التي بدأوا في تصعيدها ضد المواطنين وضد مؤسسات الدولة المصرية. لقد كان على سبيل المثال مبارك يعقد الصفقات مع جماعة الإخوان المسلمين ويتيح لهم دخول مجلس الشعب ويتيح لهم السيطرة على النقابات المهنية والعمل عبر الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة لخدمة الجماهير الفقراء بدعوى أنه يتيح لهم حرية الحركة في مقابل أن يقدموا له كل الدعم والعون كما رأينا. فقد صرح كبيرهم ومرشدهم بأنه لا يمانع أبدا من إعادة ترشيح مبارك في كل مرة، وقد صرح أيضا أنه لا يمانع في توريث ابنه جمال مبارك الحكم. هذه الجماعة كان يستخدمها النظام مبارك لمحاولة السيطرة على الجماهير في مصر، كما أيضا استخدمها السادات نفسه عقد اتفاق النقاط الست عبر وساطة عثمان أحمد عثمان عندما التقى بالخارجين من السجون في المملكة العربية السعودية في 71، واتفق معهم على أن يدعموا نظام السادات في مواجهة الجماعات اليسارية والناصرية التي كانت تعارض حكم السادات في بداية حكمه. نحن نعتقد أيضا أن عبد الناصر نفسه قد استعان بجماعة الإخوان المسلمين في بداية حكمه لمحاولة جعل هناك جسور بينه بين الجيش وبين الشعب. فقد كانت الجماعة بعدما حققت ارتباطا وثيقا بالحكم الملكي الذي قدم لها دعما وقدم لها الحرية في الحركة، حتى أن بعض رؤساء الوزراء المصريين كانوا يقدمون دعما ماديا مباشرا لحسن البنا مؤسس ومرشد الجماعة الأول. هذه الجماعة موجودة في مصر منذ عام 1828 وهي تتلاعب وتتعامل مع كل الأنظمة لا لشيء إلا لتثبيت حكم هذه الأنظمة. فكما رأينا خرجت جماعة الإخوان المسلمين لتقول إن الله مع الملك في مظاهرات معارضة للملك، كانت الشعب ساعتها ينادي ويقول إن الشعب مع النحاس. إن جماعة الإخوان المسلمين أيضا هي من وقفت بجوار جمال عبد الناصر في القضاء على الحركة العمالية في كفر الدوار سنة 52، حيث قام السيد قطب هذا المرشد هذا القطب الإخواني الكبير هذا الإرهابي هذا الذي اخترع الفكر التكفيري، وقف بجوار جمال عبد الناصر وشارك في المحاكمة ضد عمال كفر الدوار وقضي بإعدام كل من خميس ومصطفى البكري. أنا قصدي يا استاذ وجدي ده تاريخ أنا أشكرك لعرضه علينا، لكن اربط لنا ذلك أرجوك بالمستوى المحدود للتسامح الحكومي مع أصحاب الأديان غير دين الأغلبية. الربط واجب متهيألي يا أستاذ وجدي. نعم هذا هو الربط، هذا ما أتحدث عنه، أن جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات المتأسلمة كانت تدعي أنها تدافع عن الإسلام وأنها صاحبة راية الدفاع عن الإسلام، وأن الحكومات المتعاقبة ما سامحتها أو كان هناك ما يمكن أن نطلق عليه تسامح أمني في تصرفاتها، سواء كانت معادية لأقلية دينية أخرى أو لأقليات من نفس الدين. الشارع المصري، الناس العاديون يا أستاذ وجدي، محتقنون أيضا ولديهم هذه الهستيريا الدينية ضد معتنقي الأديان الأخرى، ولا هذا عابر وقابل للإصلاح والمصري يمكن أن يعود إلى طبيعته المتسامحة المعتدلة المنفتحة على الآخر؟ إيه رأيك؟ في رأيي أن ثقافة التسامح موجودة داخل الشعب المصري. عندما رأينا ثورة 19 وهي قبل تأسيس جماعة الإخوان المسلمين، خرج المسلمون والمسيحيون يدا واحدة للمطالبة باستقلال هذه البلاد، وتكرر الأمر في ثورة 25 يناير حيث وقف المسلم بجوار المسيحي يحميه أثناء الصلاة
وسمعنا لأول مرة ترانيم مسيحية في ميدان التحرير وصلوات مسيحية في ميدان التحرير، كما كان يحمي المسيحي المسلمون أثناء صلاتهم. ولكن ينبغي علينا أيضا الوضع في الاعتبار أن ثقافة دخيلة دخلت على هذا المجتمع اعتبارا من بداية سبعينات هذا القرن الماضي، بعدما بدأت يعود إلى مصر بعض المتأسلمين المتأثرين بالثقافة الصحراوية في بعض الدول العربية التي تضخ كراهية وعدم تعاون وعدم تسامح تجاه الأديان الأخرى. فنحن الآن في مواجهة هذه الثقافة ونتمنى أن نتغلب عليها في القريب العاجل. تعرف أنا بسأل سعادتك هذا السؤال وفي ذهني الصورة البشعة للقتل الجماعي لمجموعة الشيعة المصريين ومن بينهم الشيخ حسن شحاتة. الناس حتى من لم يشارك في القتل والسحل كانوا واقفين يتفرجوا يا أستاذ وجدي. هذا صادم جدا، يعني هذه صورة أيقونية تدق ألف جرس إنذار يعني. نعم نعم نحن نحاول بقدر طاقتنا أن ننشر ثقافة التسامح وخاصة بين معتنقي الأديان المختلفة، كما أننا نستلهم الدستور المصري الجديد الذي أعطى والذي منح كل إنسان حقا في أن يعبر عن نفسه وأن تكون حرية العقيدة مطلقة. ونأمل في الأيام القادمة أن نضع الكثير من القوانين التي يمكنها أن تجعل هذا الحق قابلا للممارسة على أرض الواقع. ومن الناحية الاجتماعية ينبغي علينا وعلى كثير من وسائل الإعلام التي تتبنى نهج الدولة المدنية أو تسير على مسار جعل مصر دولة مدنية عصرية حديثة وديمقراطية يتمتع فيها جميع أصحاب الديانات والعقائد بحرية العيش والممارسة بما لا يعيق هذه الحرية. إن شاء الله يا أستاذ وجدي نعيش أنا وإنت ونشوف اليوم الجميل ده إن شاء الله. شاكر جدا للأستاذ وجدي عبد العزيز مدير مركز الجنوب لحقوق الإنسان الذي شرفنا مباشرة من القاهرة. بعد الفاصل مشاهدي الكرام عندنا 3 يوتيوب كل واحد فيهم ألطف وأعمق من الآخر، إن شاء الله زي ما سلمان بيقول كده ربنا يقدرنا وناخدهم كلهم نعرضهم كلهم يعني إن شاء الله. إرهاب الإسفلت الأسود يفتك بالعرب، السعودية نموذجا. سبب الإرهاب، يموت في المملكة العربية السعودية الآلاف سنويا. نتكلم عن إرهاب من نوع آخر، إرهاب الشوارع. ليه إرهاب؟ لأن الموضوع أخطر مما نتصور. في 2011 راح 4255 شخص ضحية العمليات الإرهابية في العراق، بينما 7153 ضحية حوادث المرور في السعودية. 7153 أكثر من ضحايا حرب الخليج في سنة واحدة، يعني لو حسبناها بيطلع في اليوم 17 حالة وفاة، حالة وفاة كل 40 دقيقة. تكلم عن الروح، في 2001 كان عدد ضحايا حوادث المرور 4100 شخص. الشيء المؤسف في الموضوع أن الرقم هذا قاعد يزيد سنة ورا سنة، والمتوقع أنه يوصل في 2019 إلى أكثر من 9600 شخص. ليه؟ ليه الوضع متجه للأسوأ بينما دولة مثل بريطانيا
استطاعت أنها تقلل عدد الضحايا في خطة منهجية مدروسة. الدنمارك اللي قدرت توصل للهدف قبل الخطة المقترحة بست سنوات. كم تتوقع عدد وفيات حوادث المرور في 20 سنة الماضية؟ تخيل معي. حرب الأرجنتين، حرب الصحراء الغربية، حرب الهند باكستان، حرب الخليج، حرب النيبال الأهلية، حرب استقلال كرواتيا. المجموع 82,000، أقل من 86,000 اللي هو ضحايا حوادث المرور في السعودية. أنا آسف مشاهدي الكرام، هناك خلل يجعل الصورة متأخرة عن التعليق، اعذرونا معلش، لكن الرسالة وصلت. احنا نتعرض لهجمة إرهابية متعددة الأوجه، عندنا إرهابيين أصحاب عقول سوداء ظلامية، وعندنا إرهابيون من هؤلاء الذين يروعوننا على الطرقات. أمال لو كان فيديو من هذا النوع نفذ عن حوادث الطرقات والقطارات في مصر الغلبانة كان قال إيه؟ مصيبة كبيرة، ربنا يلطف بينا ويبعد عننا شر إرهاب الإسفلت الأسود وإرهاب العقل الأسود كمان. أرجو ألا يتكرر الخطأ، خطأ عدم التزامن بين الصوت والصورة في المقطع التالي. ده مقطع شديد العمق من مسلسل تلفزيوني أمريكي اسمه غرفة الأخبار. أنا عايز أقول لكم أنه أنا عدو المسلسلات عموما، المسلسلات الأمريكية كرهتني في المسلسلات التلفزيونية كلها، شيء تافه وسطحي غالبا، لكن هذا مشهد شديد العمق. لماذا أمريكا ليست أعظم دولة في العالم؟ Move on to the next question. Go ahead. Hi, my name is Jenny. I'm a sophomore, and this is for all three of you. Can you say in one sentence or less what... you know what I mean. Can you say why America is the greatest country in the world? Diversity and opportunity. Lewis? Freedom and freedom. So let's keep it that way. Will? Why is America not the greatest country in the world, Professor? That's my answer. You're saying yes. Let's talk about fine. Sharon, the NEA is a loser. Yeah, it accounts for a penny out of our paycheck, but he gets to hit you with it anytime he wants. It doesn't cost money. It costs votes. It costs airtime and column inches. You know why people don't like liberals? Because they lose. If liberals are so fucking smart, how come they lose so goddamn always? Hey! And with a straight face, you're gonna tell students that America is so star-spangled awesome that we're the only ones in the world who have freedom? Canada has freedom. Japan has freedom. The UK, France, Italy, Germany, Spain, Australia, Belgium has freedom. So 207 sovereign states in the world, like 180 of them have freedom. All right. And yeah, you, sorority girl, just in case you accidentally wander into a voting booth one day, there's some things you should know, and one of them is, there is absolutely no evidence to support the statement that we're the greatest country in the world. We're 7th in literacy, 27th in math, 22nd in science, 49th in life expectancy, 178th in infant mortality, 3rd in median household income, number 4 in labor force, and number 4 in exports. We lead the world in only 3 categories: number of incarcerated citizens per capita, number of adults who believe angels are real, and defense spending, where we spend more than the next 26 countries combined, 25 of whom are allies. Now, none of this is the fault of a 20-year-old college student, but you nonetheless are without a doubt a member of the worst period generation period ever period. So when you ask what makes us the greatest country in the world, I don't know what the fuck you're talking about. Yosemite? Sure used to be. We stood up for what was right. We fought for moral reasons. We passed laws, struck down laws for moral reasons. We waged wars on poverty, not poor people. We sacrificed. We cared about our neighbors. We put our money where our mouths were, and we never beat our chest. We built great big things, made ungodly technological advances, explored the universe, cured diseases, and we cultivated the world's greatest artists and the world's greatest economy. We reached for the stars. Acted like men. We aspired to intelligence. We didn't belittle it. It didn't make us feel inferior. We didn't identify ourselves by who we voted for in the last election, and we didn't scare so easy.
We were able to be all these things and do all these things because we were informed by great men, men who were revered. First step in solving any problem is recognizing there is one. America is not the greatest country in the world anymore. لكن البلد الذي يسمح بهذا القدر من الشفافية في انتقاد أحواله هو بلد مدهش دون شك. يعني الولايات المتحدة الأمريكية كما قال كما قيل في هذا المقطع فيها كل هذه العبر، لكن فيها كمان حرية مدهشة، فيها قدرة على انتقاد الذات، وهذا هو الدرس. دعونا نتعلم من الولايات المتحدة الأمريكية أن نفتح الأبواب لكل صوت منتقد لكي نشخص أمراضنا وننمو نشفى. مش كل ما واحد يجي يقول لنا احنا وحشين نقول له يا خاين يا عميل فيخرس فنموت في مستنقع تخلفنا واحنا متصورين ان احنا حلوين ان احنا كويسين. طبعا لأنه لا أحد يجرؤ على مواجهتنا بحقيقة وضعنا كما يواجه الأمريكيون أنفسهم بحقيقة وضعهم أحيانا، يعني أحيانا نحن لا نفشل إطلاقا، لا يوجد إنسان يفشل لأنه مكتوب عليه الفشل. هذا الذي يفشل يفشل لأنه اختار أن يفشل، اختار أنه ينام وكان مفروض يصحى بدري يروح الشغل، اختار انه يلعب فيديو جيم وكان مفروض يستذكر دروسه، اختار التسلية والمتعة ولم يقبل ان يبذل مجهودا ان يتألم لكي يبني نفسه. هذا الشخص اختار الفشل، الناجحون اختاروا النجاح. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward, how much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Is temporary. It may last for a minute, or an hour, or a day, or even a year, but eventually it will subside, and something else will take its place. If I quit, however, it will last forever. The margin for error is so small, I mean, one half a step too late or too early, and you don't quite make it. One half second too slow, too fast, you don't quite catch it. The inches we need are everywhere around us. They're in every break of the game, every minute, every second. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves, they want to tell you you can. Want something, go get it. Period. Don't be afraid to fail. You can't always win, but don't be afraid of making decisions. You have to believe that something different can happen. He who says he can and he who says he can't are both usually right. That most of you say you want to be successful, but you don't want it bad. You just kind of want it. You don't want it badder than you want a party. You don't want it as much as you want to be cool. Most of you don't want success as much as you want to sleep. Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. Deep down, ask yourselves, who do you want to be? Figuring out for yourselves what makes you happy, no matter how crazy it may sound to the people. Make a choice, right? Just decide
what it's going to be, who you're going to be, how you're going to do it. Just decide. Why not? Why can't I be the MVP of the league? Why can't I be the best player in the league? I don't see why. Why? Why can't I do that? What did you say to the kid? It ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. Get up. But don't ever give up. We can stay here, get the shit kicked out of us, or...